المذيعه ريهام سعيد اتضايقت جدا من الهجوم الشديد اللي شنوا عليها الاعلامي يسري فوده بعد اذاعه حلقتها عن اللاجئين السوريين، اللي اعتبرها يسري فوده اهانه للاجئين السوريين، وكمان هاجم القائمين على برنامج ريهام واللي بيسمحوا لها انها تذيع حلقات بالشكل ده. ريهام قررت انها ترد على يسري وكتبت له على صفحتها في فيسبوك: هو انا بس نفسي اسال سؤال، هو ليه الناس بتنزعج لما تشوف الحقيقه؟ ليه مصممين تتابعوا وبدقه مذيعه مش عاجباكم؟ انا بقدم خالص التحيه لجمهوري حبيبي وشكرا على تعليقاتكم، اما قليل الادب يتفضل بره الصفحه.